أمير المؤمنين رد ولاية خراسان إلى أمير العراق الحجاج. ولن يكون يزيد بن المهلب في إمارة الحجاج بن يوسف، فاكتب له، اكتب له أن خوارزم قليلة غنائمها، شديدة مصاعبها، ولينصرف عن هذا الأمر. سيغضبه هذا ولن ينصرف عنه. ولن أنصرف أنا عنه، وليعلم هذا الحجاج كليب أنه ليس صاحب الأمر.